السؤال الأول يقول: الأسرة متفرقة، ويقال بأن إن سحرا يعني عمل للأسرة فرق جمعها. أولا، نحن نقر بوجود السحر، والسحر بنص القرآن والسنة موجود. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الآيات وبنص السنة النبوية الصحيحة، ولا تسع الوقت لسرد الأدلة. فالسحر موجود، لكننا نود أن نركز الآن مع إخواننا أخواتنا على أن كثيرا من الناس عطل الحياة كاملة بدعوى السحر، فمن لا تنجب تتصور أنها مسحورة، ومن تخشى أن يتزوج زوجها عليها تذهب إلى رجل دجال أو نصاب أو كذاب ليعمل لها سحرا أو عملا إلى غير ذلك. أنا أقول لا ينبغي على الإطلاق أن تتوقف الحياة عند هذه المسألة، عند قضية السحر أو قضية المس، وإنما يجب على المؤمن ويجب على المؤمنة أن تحقق التوحيد لله تبارك وتعالى، وأن يحقق التوحيد والعبودية لله، وأن نحافظ على الحصون والحروز. فأنا أنصح الأخت السائلة التي تشكو بأن الأسرة قد تمزق شملها وتشتت يعني أفرادها، أنصح هذه الأخت الفاضلة ابتداء بصدق اللجأ إلى الله جل وعلا، بصدق اللجأ إلى الله جل وعلا، ثم أن تقرأ سورة البقرة في البيت كل 3 أيام مرة. اقرأوا البقرة أو خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. قراءة الفاتحة، قراءة آية الكرسي، قراءة آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول إلى آخر السورة، قراءة الإخلاص قل والله أحد، قراءة المعوذتين قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس. فلنحافظ على هذه الحصون وعلى هذه الحروز، ولنحقق العبودية لله تبارك وتعالى، ولنعلم يقينا أنه لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تملك لنا ضرا ولا نفعا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا ما أود أن يركز عليه إخواني وأخواتي في قضية السحر أو في قضية المس. قضية المس أيضا قضية منتشرة، وبعض أهل العلم ينكرونها، والبعض الآخر يعني يقول بإطلاقها بلا ضوابط، لكن نحن نقول بأن المس ليس كما قال بعض إخواننا من أهل العلم يدخل جرم في جرم أو جسم في جسم أو مادة في مادة، لا 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 إطلاقا لا نقول بهذا، وإنما يا أخي يكفينا أن نقف مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. فنحن لا ننكر هذا، لكن بهذا الفهم وبهذا التأصيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو قد جاءك شيطانك يا عائشة؟ قالت: أو معي شيطان يا رسول الله؟ قال: نعم، مع كل إنسان شيطان. قالت: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن ربي عز وجل أعانني عليه فأسلم. وفي رواية صفية رضي الله عنها حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها أي ليوصلها وهو في المعتكف، مر عليه رجلان، والحديث الصحيح مر عليه رجلان، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها صفية بنت حيي، أو إنها صفية زوجي. فقال: سبحان الله، يعني معقول نشك فيك يا رسول الله؟ قال: سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فخشيت أن يقذف في قلبيكما شرا أو سوءا. الإمام الشافعي رحمه الله يعلق على هذا الحديث تعليقا جميلا، ويقول بأن هذه الكلمات من رحمة النبي بهذين الرجلين، لأن الرجلين لو شك في رسول الله كفر،
لو شك في رسول الله كفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكنه صلى الله عليه وسلم من رحمته أراد أن يقطع الطريق على الشيطان، إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. فلنحافظ على الاستعاذة بالله وعلى هذه الحروز وعلى هذه الحصون، وأعظم هذه الحروز كما ذكرت بالأمس وأؤكد الليلة أن نحقق العبودية لله، وأن نجرد التوحيد لله، وأن نعلم قول الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وألا نغفل أبدا عن قول ربنا القدير: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن نعلق قلوبنا وأن نعلق أنفسنا بهذه القضية، وأن نوقف كل أمر من أمور حياتنا في الرزق أو في الزواج أو في التطليق أو في القبول أو في الرفض إلى غير ذلك على السحر أو على المس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا جميعا سعادة ومودة ورحمة، وأن يذهب عنا وعنكم كل هم وغم وأذى، إنه ولي ذلك والقادر.